بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا أن نلتقي بكم في برنامجكم في مكتبة عالم. في هذه الحلقة نطرق باب مؤرخ ممن أرخ لقبائل رقراقة والشيضمة، كما أنه له من المواقف الوطنية ضد الاستعمار، وكذلك كان محاضرا في مجال علوم السياسة وفي مجال علم التصوف، فجمع بين العلوم المعاصرة والعلوم التي هي مبنية على الشريعة الإسلامية بمنظومة تربوية خاصة. إننا مع فضيلة العلامة عبد الله السعيدي الرقراقي، فابقوا معنا. الفقيه العلامة عبد الله بن محمد السعيدي الرجراجي من علماء منطقة آسفي المشهود لهم بالنبوغ والباع الطويل في عدد من العلوم، من علماء المغرب الذين أبلوا البلاء الحسن من أجل حرية الوطن والدفاع عن هويته الإسلامية. ينحدر المرحوم عبد الله السعيد الرجراجي من قبيلة أمازيغية رقراقة التي اكتسبت شهرتها من الصحابة المدفونين فيها حسب بعض الروايات التاريخية. على الطريق الرابط بين آسفي وصويرة، مسقط رأس العلامة الرجراجي في زاوية سيدي بن حميدة. ولد بها عام 1312 للهجرة الموافق ل 1893 في بيت علم وتصوف. تميزت حياة الفقيه العلامة عبد الله الرجراجي منذ طفولته بالإقبال على العلم دون كلل. لم يكد يبلغ 16 من عمره حتى توفي أبوه، تكفل به جده ثم عمه. لم تنل تقلبات الحياة من عزمه وقابليته للتعلم. استطاع وهو فتى حفظ القرآن الكريم بروايات أبي العلاء البصري وابن كثير وورش، إضافة إلى عدد من المتون على يد شيوخ زاوية بن حميدة. المرحوم عبد الله الرجراجي لم يكن يعتبر الثقافة مجرد حفظ واستظهار. قيل فيه إنه كان ينتقي ثقافته ومواضيع بحثه كما ينتقي أصدقاءه ومحبيه. اكتسب ثقافة مزدوجة كلاسيكية وعصرية. أسعد أوقاته كانت تلك التي يمضيها منكباً على المطالعة والتحبير أو على المحاورة والنقاش العلمي الجاد. كانت المكتبة التي ورثها عن أبيه رافداً مهماً ساهم في إغناء معرفته وتوسيع مداركه. يوجد الجزء الأهم من هذه المكتبة الآن في بيت نجده محمد السعيد الرجراجي بمدينة آسفي. كانت نواتها الأولى ما كتبه جده عن الزاوية الرقراقية. كانت زاوية بها كثير من وجوه الخير، ويقصدها كثير من الزوار. دورها العلمي كذلك قصدها علماء كبار، قصدها الشيخ عبد الحك الثاني بأهله، وقصدها الشيخ سيدي عبد السلام الناصري بأهله، وقرأ فيها الشيخ شعيب الدكالي، وكان فيها والد الشيخ مختار الناصري السوسي مؤدنا فيها لمدة ما، وكان فيها فقهاء كثيرون كالسي محمد بن مكي الأصفر الذي قال للوالد إن زاويتكم هذه كأنما تلك التي عانها الله سبحانه وتعالى بقوله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار معين. وكان فيها كثير من العلماء، منهم الفقيه الكانوني حينما كان يؤلف كتابه عن الرجراجة، وسهل له الوالد كثيرا من العلماء وأعطاه كثير من التراجم وأعطاه كثير من الظهائر في كتابه. الدور السياسي كذلك بحكم أنها كانت زاوية لا عندها ظهائر، فقد كانت القبيلة كلها تتشوف إليها، وكان الناس ينظرون إليها باحترام كبير. الشيء الذي جعلها لكثير من المشاكل من قواد الناحية، حتى خربت 3 مرات متوالية.
وآخرها كانت قرب الحماية، لأن زاويتنا كانت مع الملك مولاي حفيد، والفرنسيون كانوا يحاربون من مولاي حفيد. وحينما انتهت الأمور وجاءت الحماية انتقمت من الزاوية شر انتقام قد نتعرض لهذا. الحديث عن العلامة سيدي عبد الله الجراجي يقتضي منا أن نعرج على البعد الديني في شخصيته، فالعلامة تلقى تربيته على علماء فاضل في عصره آنذاك كالعلامة عباس المطاعي والعلامة عبد الملك المتوقي، وتمثلت هذه الثقافة الدينية في ممارسته للخطابة والوعظ والإرشاد. هذا البعد الديني أنتج حسا وطنيا في شخصية سيدي عبد الله السعيدي، إذ أن المقاوم الكبير الشهيد محمد الزرقتوني قد لجأ إلى بيت شيخنا واختبأ عنده شهرا كاملا سنة 1954، حينما لاحقته قوات الاستعمار. وهذا نموذج للعلماء الأفداد الوطنيين الذين يترجمون المبادئ التي يحدثون بها الناس، يترجمونها واقعا معيشا. ففي كتابي مرأة الدسائس في المحنة المزالة بفضل الله وعبده محمد الخامس، هو كتب قصيدة تصل إلى 200 بيت وزيادة، وشرحها شرحا وافيا متحدثا فيها عن الأزمة التي اجتازها المغرب من بداية القرن، ثم أزمة الحماية، ثم أزمة النفي، ثم تعرض فيها كذلك لمؤتمر مدريد ومؤتمر طنجة. ومؤتمر مدريد عقد في أيام مولاي حسان، ومؤتمر طنجة عقد في أيام مولاي عبد العزيز، واتخذ فيها منهج الوسطية. فهو رجل لم يكن كما قلت متقعرا، ولكنه لا يريد أن يسير في الاتجاه التاريخي. فكتابته هي أولا، ودائما يقول هذا الشيء، كتبت ذا لإصغار الولداني، عبد الحميد فاز بالرضواني، محمد فزيد من العلوم، في العلم هو ثروة المعدوم. هو دائما ينطلق من أن ما كتبه هو بالدرجة الأولى للمتعلمين وللذين بدأوا في الثقافة، حتى أن هذا الكتاب قال أنا كتبت هذه الفدلكة ليحفظها الأبناء الصغار ليعرفوا ماذا جنت فرنسا وأسبانيا على المغرب من مآسي. نهل الفقيه عبد الله السعيدي الرجراجي من معين الثقافة الإسلامية من فقه وحديث ولغة، لكنه كان أيضاً متتبعاً لأحدث النظريات والمستجدات في مبادئ الاقتصاد والعمران والسياسة. أعجب كثيراً بعظماء ومشاهير كعمر بن الخطاب وابن خلدون والقاضي عياض وابن رشد وعدد من سلاطين المغرب كسيدي محمد بن عبد الله والمولى الحسن الأول وعبد المؤمن الموحد ومحمد الخامس. حفلت مكتبته بمؤلفات في هذا المضمار، وقد اشتهر منذ صباه بذكائه ومناقشته لزوار زاوية بن حميدة من علماء وقياد ومصلحين. الوليد حينما رأى النور دخل كالعادة، كالعادة التي نعرفها في المغرب، إلى الكتاب، وهناك قرأ كثيرا، وكان كان طفلا ذكيا، حتى إنه في سنه 15 كان حافظا للقرآن، وحافظه كذلك بقراءة البصري وقراءة ابن كثير. وشيوخه في العلم كثيرون تعدوا العشرة في الزاوية
منهم الفقيه المصيلحي، منهم الفقيه سي عباس المطاعي، منهم سيدي محمد بن ميلود الركراكي، منهم سيدي محمد ابراهيم الحميني، منهم سي عبد الملك متوكي، عديد من الشيوخ تلقى عنهم العلم. ولكن الذي جعله ينبغ كثيرا في علومه لأن هو جده واجتهاده، فقد كان والده عالما رحمه الله، وألف كذلك والده فرج راجع، وكانت له خزانة، وهذه الخزانة حفظتها أمه بعدما توفي والده، فحفظتها حتى كبير الولد. ثم كان رجل يحب الاطلاع والاستطلاع، وكانت أحسن وقت عنده هو أن يكتب كتابا في فصل، وحينما ينهيه، وكنت أراه في هذا، حينما ينهي هذا الفصل بتؤدة يأخذ قلمه ويمسحه من المداد ويضعه جانبا فوق الورق. من المصنفات الأولى التي عكف على كتابتها الفقيه عبد الله سعيد الرجراجي كتيب في 20 ورقة حول النسب الرجراجي. بعده ب5 سنوات أتم كتابه المواهب الربانية في ذكر مناقب الطائفة الرجراجية. يقول عن سبب هذا التأليف: إن بعض الناس يضفون نسبة الشرف على هذه الطائفة، يدحض ذلك ويتحدث بتفصيل عن الزاوية البنحميدية والنسب الرجراجي وعدد من الزوايا. تأليفه لمواهب المنان جاء تلبية لطلب الفقيه العلامة أبي حفص عمر بن قاضي آسفي وعبدة الشيخ أبو عبد الله محمد بن سليمان. حقق في هذا الكتيب النسبة الرجراجية بإيجاز وما خصهم به الله من المآثر. ختم هذا المصنف عام 1372 للهجرة. من كتابات الفقيه العلامة عبد الله السعيد الرجراجي في مجال السياسة منظومته التي تقارب 250 بيتاً، عنوانها مرآة الدسائس في محنة الاستعمار المزالة بواسطة عبد الله محمد الخامس. استمد هذا الرجز من أحداث المغرب الحديث وخصصه لإطلاع الشباب على التطورات التي أدت إلى استقلال المغرب. الوالد كفاحه كبير، ابداء من سنة 37، ولكني أقف عند محطتين هامتين جيدا بعد سنة 1944 حينما كان انخرط في حزب الاستقلال. هو في سنة 47 كانت رحلة الملك محمد الخامس رحمه الله إلى طنجة، وهناك كتب الوالد رحمه الله خطبة عدت إداك من عيون ما كتب، حتى إنه يخاطب محمد الخامس ويقول له: مولاي، خطبتك في 10 إبريل أحدثت في المعمور تبديل، وخشي منها الحقير والجليل، وتخططت الكنانة والحجاز، ووصلت إلى دلهي، استشير عليها في القوقاز، ولا سيما حيث وصلت جبل طارق ووقفت على المجاز، فعند ذاك أدعن أقطاب السياسة الديمقراطيون وقالوا: هذا الزعيم فاز. هذا الظرف بالضبط كان هو منفي فيه، ولذلك قال: إنني وأنا عبد الله مقدم رجراجة نزيل عبدة مؤقتة. إذن منفي من رعاياك المخلصين، فتقبل مني هذه الهدية. وهذه الكلمة أوصلها بيده إلى جلالة الملك محمد الخامس عن طريق الكاتب الخاص للملك إداك سيد أحمد بن مسعود الصوير. كان الوالد في كل فرصة، في عيد الهجرة، في عيد العرش، في كل حفلة، كان يوجد كلمة أو يوجد قصيدة،
وأذكر أنه في عيد العرش 1949 كان يتكلم عن محمد الخامس فقال: خرج أعزه الله والعناية تكلأه، كأنه طبيب جراحي مشمر عن ساعديه ولم يبالي بفخفخة الملوك في عيادها. وتكلم في خطابه الموجز البليغ بما أنسى يوسف وعلي سليله والملا إسماعيل والملا محمد حفيده، ولم يرضى بانحطاط شعبه بين الشعوب، وبين لهم ما تحمله من المشاق في السنة الماضية من إعانة المنكوبين والتفريج على المعتقلين وبناء المدارس وغير وغير، وأنه اشتكى من الخمول في أمور المياه والكهرباء والبريد والفلاحة على الطرق العتيدة، فليست همة أتاتورك ومارك وجندارك بقادر على أن تصل همته. اعتبر المرحوم الفقيه الرجراجي التنقيب في تاريخ منطقة رجراجة امتداداً لمواقفه الوطنية وجهداً يندرج ضمن كتابة تاريخ المغرب. من دواعي إقدامه على تأليف كتاب السيف المسلول أن ناحية رجراجة قلما تعرض لها مؤرخ نزيه، خاصة أنه يؤمن بأهمية تاريخها. دفعه إلى ذلك أيضاً إنكار بعض العلماء أن يكون لرجراجة صحبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يتطرق هذا الكتاب إلى وفد الرجال السبعة الذين تفرعت عنهم الزاوية الرجراجية، يعرض بتفصيل أسرهم وأحفادهم، ويتعلق الأمر بأولئك المغاربة الذين شدوا الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل فتح جزيرة العرب ومدائن الفرس وقبل غزو بلاد الروم. كانوا بذلك سباقين إلى نيل شرف الإسلام وحمل تعاليمه إلى المغرب. كتاب السيف المسلول في من أنكر على الرجراجيين صحبة الرسول يعتبر من أهم كتب العلامة سيد عبد الله السعيدي الرجراجي، وقد قسمه إلى قسمين. تناول في القسم الأول منه قضية الصحبة، صحبة الرجراجيين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أثارته من نقاش سواء في زمن المؤلف أو قبله، من خلال سواء من خلال ما طرحه بعض علماء فاس أو آراء علماء مراكش الذين ناقشوا هذه القضية بإسهاب. وتطرق في جزئه الثاني إلى الترجمة إلى مجموعة من الأعلام، أعلام منطقة رجراجة بصفة عامة. وهذا الكتاب أهميته آتية من كونه يندرج في إطار سياق ثقافي ومعرفي عام يتمثل في تأكيد الهوية الوطنية لكل منطقة من مناطق المغرب، ولذلك فهو ينخرط ضمن هذه الرؤية وضمن هذا السياق التأليفي العام الذي شهده المغرب منذ كتابات محمد داود في تطوان وكتابات أستاذ عبد الرحمن بن زيدان في مكناس والإعلام للمراكشي وغيره، والفقيه الكانوني أيضا في منطقة أسفي، والمختار السوسي في جميع مؤلفاته في سوس. فهذا الكتاب تناول فيه صاحبه كل القضايا، القضايا الأدبية، القضايا الصوفية، القضايا الفكرية التي تهم تاريخ منطقة رجراجة، من خلال التركيز على أعلام هذه الطائفة، أو إن صح القول أعلام هذه المنطقة الجغرافية من المهمة من المغرب. تضم المكتبة التي خلفها العلامة عبد الله السعيدي الرجراجي وعمل على إثرائها ابنه محمد السعيدي أجنحة متنوعة،
تفاسير قرآنية ومراجع هامة في مجال السيرة النبوية والحديث الشريف، إضافة إلى مصادر ودراسات فقهية هامة ومؤلفات أدبية ودواوين شعرية. تعد هذه المكتبة نموذجاً للخزانات التي كان العلماء والمثقفون المغاربة يسعون من ورائها إلى الحفاظ على مقومات الثقافة والهوية المغربيتين في مواجهة المد الاستعماري. في هذا السياق أيضاً يندرج إنتاج المرحوم العلامة عبد الله الرجراجي، ما يميز كتابه سلم القاصدين أنه صادر عن فكر ملتزم بالوطن وقضاياه، كما أنه صادر عن مشاعر مغربي مؤمن بدينه وبحق شعبه في الانعتاق من ربقة الاستعمار في تلك الفترة التي أقدم فيها على نفي جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه. في كتابه بين الشرع والقانون تعرض الفقيه العلامة الرجراجي إلى أحكام الشرع الإسلامي واجتهادات الفقهاء والأئمة. تطرق كذلك إلى قوانين دول عديدة كمصر وفرنسا وتركيا وإسبانيا وما استقت منه أحكامها. في المكتبة الرجراجية كذلك مجموعة من الفتاوى تعكس الاهتمام بالنوازل ومواكبة مستجدات العصر، إذ تؤكد كتاباته مدى الانشغال بما يمر به المجتمع، إلا أن شغفه بالتاريخ كان طاغياً على أبحاثه وتآليفه. يتجلى ذلك من خلال تقاييده وما كان يسجله في طرر الكتب. لا يترك الشوارد والنوادر إلا وسجلها، وكان ذا ذاكرة قوية كما تشهد بذلك إحاطته بفهرس الفهارس. ذات مرتين كان فقيل بادي هنا فاسفي، وكانوا مجتمعين في داره، وكان معهم الشيخ عبد الحك الثاني، وبقوا يتذكرون. ودخل الوالد عند الشيخ عبد الحك الثاني وتذكر معه في كتابه فهرس فهرس، عرفنا هو. وخرج الشيخ عبد الحك الثاني امام الناس ياخذ بيد الوالد ويقول لهم: اشهدكم الله ان هذا الرجل يعرف فهرس فهرس اكثر مني انا الذي الفته. الى هذا الحد كان متعلق بالتاريخ وكان متعلق بالكتب. وكانت له خزانة كبيرة أنا عندي بعضها، ولكن الباقي هو عند إخوتي الآخرين، انتقلوا إلى رحمة الله تعالى بثلاثتهم، وبقي شيء عند ابنائه لا بد أنهم حافظون عليه. تعلق الفقيه المرحوم عبد الله السعيد الرجراجي بالكتب لم يكن يضاهيه إلا حبه لمجالسة العلماء والاحتكاك بهم. كان على صلة وثيقة بالفقيه محمد العبد الكانوني، وصفه هذا الأخير بالفقيه الأنجب الذي يتوقد ذكاء ونبلا وعلما وتواضعا. ظلت هذه الصفات تلازمه حتى وفاته سنة 1964، دفن بضريح زاوية بن حميدة. هذه الزاوية التي أحبها وأمضى جل حياته فيها. زاره فيها عدد من المفكرين والمستعربين الفرنسيين والعلماء، منهم العالمان الرحال الفاروق وعبد السلام جبران المسفيوي.